في كثير ناس فهموا يعني ربطوا الأحداث وربطوا الخيوط كما نقولوا نحن بالتونسي ورجعوا حتى وبداوا يفكروا شغلوا دماغهم وفهموا فهمت. وفي بعض الناس اللي أوريدي فهمين من قبل وبعض الناس مش فهمين فيهم يفهموا فيهم ما يفهموا. أما أنا إحساسي لما شفت الحلقة، على فكرة الحلقة أنا شفتها مرتين، يعني شفتها يوم اللي لقطة خروجي خاصة، كان شفتها يوم صورت مع ندى اسمها نصيب بلاس بكيت يومتها، ولما شفتها يوم نزلت الحلقة بكيت مرة أخرى. فهمت يعني فهمت عليك، مؤثرة اللقطة هي. فهمت عليك. إيه هلا أنا حتى أنا كمان طلع، عرفتي هو طلعت كل ده عجبت لك، هي ذكريات، يعني ذكريات حلوة أصلا كانت، والأجواء الفيلا أمان تتعود عليهم أجواء الفيلا. أنت إلي لما طلعت كان عندك حبيب ولا ما كانش عندك حبيب؟ لا أنا كان، لا أنا مش كان عندي، أنا كنت أنا وجينيفر عم نتقرب وعم نحكي، بس أنا اضطريت أطلع سو هيك. أنت طلعت تصويت صح؟ لا مش تصويت، أنت حبت؟ إيه أنا فلت، أنا فلت. إيه مش نفس الموقف. ايه صح صح 100%. ايه طلعتي كانت مفاجأة يعني، وكانت بسبب مشكلة يعني، وكان عندي انا في الوقت هذيك كان عندي حبيب ودعم راسي. لكن عسى انت يا جماعة انا بدي اسألها اسئلة محرجة، بس ما عادش عم تكتبوا لي الا كومنت واحد، فطولوا بالكم شوية يا جماعة. ليه هو الكومنت الواحد؟ نزلها يا اخي روح مش عم تقرا. يا جماعة طولوا بالكم شوي، عراقي أنا هلو. اللي يكتبوا لك نزلها، شو هالسكور؟ شفت اللي يكتبوا لك نزلها؟ لو لقوا فرصة يكونوا محلك كانوا موجودين هم محلك. يا جماعة طولوا بالكم خلونا هيك شوي. خديجة thank you خديجة، خلونا هيك شوي رواق ومتفهمين، وأرقام وقفوا لي هان الأرقام لأنه تكلوا بلوك يعني ماكسيموم وخلص قسمة نصيب وخلص برنامج وراح على حاله. لك يا جماعة أنا إذا بدي أنزل التيك توك ما بنزلها يا جماعة. طيب خبريني مع مين أنت أصحاب هلأ من البروغرام؟ هلأ أنا مش نسمي لك صحابي، لأنه صحابي يعرفوا حالهم ومبينين مين صحابي مش نعطيك الناس اللي عامة ما عنديش معهم مشاكل أو أوكي يعني الناس اللي بصفة عامة نحكي معهم ونتواصل معهم وما عنديش معهم مشاكل، واللي حتى ولو صار بيني وبينهم مشاكل صراحة يعني طولت لجيب حاسس أصحابك حالك. ليه ها شو نفسر لك، هو صاحبي جيبي أولا نكونوا واضحين، ثانيا صحابي القراب معروفين مين هما، اما انا باش نسمي بصفة عامة الاسماء. انا علاش نقول في هذا، لانه في بعض الاسماء باش نعرف نقول اسمها حاليا اللي هما في يوم ما يعني في بعض البرنامج وحتى في البرنامج الكل كانوا من اصحابي المقربين، لكن مثلا في الوقت الحالي بيني وبينهم مشاكل، لكن مستحيل نخرج انا للناس نقول بيني انا والسيده او السيد فلان او فلان مشكله، مشاكلنا بين بعضنا نتعارك وناكلوا بعضنا بين بعضنا، لكن ولا انسان يعرف المشكله اللي بيناتنا. زيرو فالنسبة دوما يعني كل انا هيك حتى انا لك انا اكتشفت انه هالبروجرام صداقاته ما بتدوم الا قليل، يعني العالم اللي ما بتتوعيهم يكونوا رفقاتك حيكونوا رفقاتك، والعالم اللي بيكونوا هن رفقاتك ما هن رفقاتك بالمرة، فهالبروجرام والصداقات كلها فيك. اكزاكتلي اما انا شوف انا لقيت اصدقاء حقيقيين مختلفة من البرنامج. لا انا كمان لقيت اصحاب، بس الاكثر مش أصحاب. لكن أنا مش حابة يعني مبين اللي يعرفوا حالهم مين اللي نحكي معهم، نحكيه عن جد يعني مرات في ناس ما نحكيش معهم كثير وما نشوفهمش، لكن لما نحكيه ونحكيه كأننا نحكيه يوميا فهمت، ونعرف إنه كلهم صافي وقلبي صافي معهم وهيك يعني. أغلب هي مين ماريانا زكية مينيموم ماريانا عادي حدك يعني مينيموم تقولي لي ماريانا أكيد ماريانا يعني هي حدي زكية نيكولا علي شاهيناز إيه فؤاد مش حابة ننسى حد دعاء
كون فما إخ نسيت ده ما لا الحلو كملتهم كلهم مفروض طارق طارق يا زيرو زيرو يا لا يا جماعة ساعدوا سامي شو هي يا زيرو ساعدوا يا زماعة ساعدوا زيرو والشباب والصبايا خلونا نجيب 2000 نحكم الست أميمة أو أكتر حتى بدي أحكمها وأسألها أسئلة محرجة ساعدوني لحقق هالحلقة والله ربحتنا قبل شوية على سكول كثير بسيط مش حابين عندك قفاز يا جماعة انتبهوا بس نحن حابين أنا حاسس ويا ميمة بقلك بقلك الصراحة أنا حاسس إنه في كتير عالم مثلي عندهم أسئلة بدهم يعرفوا أجوبتها أنا هيك حاسس أنا هيك قلبي عم بقلي من جوا كملك عم جرب أعطيهم الفرصة إنه يجيبوا السكور لحتى هني يحكموك ونسألك الأسئلة اللي بدنا إياها بس بكتاب بصراحة إيه أوكي نجاوب بصراحة نحاول نحاول ما نكذب شو نحاول هذه لحظة حط عينك بعيني شو نحاول ليه نحاول لك من الشباب أنا أصلا الكذب ما عندي إلي ألو هاي هاي كيفك يا حب خير جود شو الأخبار والله الحمد لله سوبر تمام اليوم منيح خليني نكمل نجاوب قلت لك أنا يا إلي الكذب ما عنديش أما حتى لما نكون حكية مش حابة نحكيها أو مش حابة نكسب عليها لأنه يا ما يجي حكية شخصية أنا مش حابة نحكيها أو شخص مثلا ثاني مش حابة فيه فهمت عليك أو قصة فيها تسريب فهمت عليك فهمت عليك نحاول أكيد ما فيك تساعد على قدر الإمكان فهمت ماشي ماشي خلص صدقتك ماشي خلص يلا يا جماعة شدوا الهمة أوكي مين باقي أصحابك من الشباب بالبروغرام هلأ هذا سؤال مني أنا سامي طارق حشرية يعني بس سامي طارق فؤاد نيكولا اليوم شفت فؤاد خايفة لا ننسى أنا هنا خايفة ننسى اسم والله أما هي برمال أو علي خايفة يا جماعة تنسى اسم وتقوم لقيمة عليها والله يا جماعة يعني عندكم شيء تقولوا لي فوتوا لعنده أنا ما بسأل أسئلة هيك إنه قد ما كان وميمة قديش نفسيتك عم تتعامل مع الباد كومنتس نفسيتي تتعامل معاهم ما تشوفهمش أصلا ما نشوفهمش أصلا نقص لا هلا يا أختي هلا أوكي عراسي بس كلنا بنتأثر بالقصص أثرت في الأول هي تأثرت يعني شوية انا شوف المشكله مش انا انا انه امي هي اللي تتاثر مش انا انا اللي وترني واللي قلقني انه عائلتي تتاثر اكثر مني فهمت يعني انا ما نتاثرش انا نتاثر شويه ومن بعد نتجاوز نطلع مع اصحابي يعني ساعد روحي بروحي انا فهمت اما حكيت مع حتى مع بسيكولوج انا على فكره على انا بعرف امبارح هاي امبارح على اللي صاير كله يعني أما فروقوا يا جماعة روقوا الهجوم أنتوا قاعدين وراء أكاونت لا عليه صورة ولا عليه بروفايل ولا عليه مدري شو ونحن بالواجهة فطولوا بيكون عليها للبنت وتركوا خلاص طلعت من البروغرام الفتاة المتمردة ينقضوا عادي يعطيوا رأيهم هما برشا ناس ينقضوا أما ينقضوا باحترام لا لكن النقد المحترم لا لا النقد المحترم نحن نحترمه بس في اوقات تجريح بالضبط انا فهم بعض الناس اللي يعملوا فيديوهات على تيك توك وكل بعض منهم اللي ينقدوا نقد محترم اصلا نحكي معهم برايفت نقول لهم عجبتني نصيحه عن جد انت شفتني هيك عن جد كذا انا زاد انسان نشوف روحي ونحب الانسان يعطيني رايه ونصلح من اغلاطي وكل فهمت لكن لما يجيني انسان يسبني وانا اسمعوش اكيد مستحيل نسمعه صح سمعته لما يجيني إنسان واعي نشوفه عن جد واعي ناجح في حياته يستحق أني نسمعه لما كلامه أصلاً يخليك متشوق إنك تسمع نصيحة منه فهمت؟ لا لا هيك أكيد هيك أكيد صح 100%
انت من النوع اللي بيسمع الكومنت، يعني اذا حدا كتب لي كومنت عن حدا بتتفاعلي معه؟ يعني قال لك هيدا حكي عليك او هيدا سبك او هيدا مدري شو، كيف تتعاملي مع ال لا شوف انا مثلا يجي يحاولوا برشا مرات يجي يوصلوا لي فلان حكى عني فلان. لا ايه يعني قصدي انت من النوع يلي قصدي انت من النوع يلي انه بتعصب دغري ولا بتتاكد من المعلومه؟ لانه قلت بكبه بس حكي لحتى يعصبوك وتحكي. متاكد من المعلومه؟ انا من مستحيل نمشي نتكلم مع الانسان الا ما نشوف الفيديو بعيني. نشوف الفيديو، انا بقول لهم فرجوني الفيديو برجع انا برد. بالضبط، انا اشوف الفيديو و وبعدين يعني نعمل رد فعل. عندك اصحاب من سيزن 1؟ ايه كلهم، يعني تقريبا تعرفت عليهم كلهم. الكل ما بدون ما ندخل في التسميه حتى هذوما ما شاء الله، اما الاغلب اللي تعرفت عليهم. مين اكثر حدا اكثر حدا او اثنين ثلاثه شو بعرفني هلا؟ اكثر ناس قعدت معاهم هما لارا، ندى، فرح، هذوما اكثر ناس يعني شفتهم اكثر من مره. فهمت؟ البقية شفتهم مرة واحدة مش، أما ما حليهم والله حبيتهم بس مهضومين. نتعرف كلهم مهضومين، بتحس كل واحد عنده شخصيته. بالضبط والله، وأنا حسيتهم كلهم منيح على فكرة، كلهم منيح يعني. أنا هذا في هيك وفي هيك. إيه رأيك أكيد في هيك وفي هيك. إيه في عالم تتصنع انه هن المناح، بس انه بالاجمال كلهم مناح. اما ما نعرفش، انا مش هني قلت لك وما ايما يعني هذا هو يا الي. وما ايما عاد عقلي وما ايما. حيموتوا وبكتبوا لي كومنتس وبحطوا لي عرق. اكثر واحدة انا شو بتستفيدوا؟ اكثر واحدة نحسها كيوت وكل هي صديقة، يعني صديقة بجنن، صديقة من افضل الاشخاص بتعرفي؟ نحبها انا، صديقة عن جد من افضل الاشخاص. ايه والله نحبها من قبل ما نعرفها، سبحان الله. بنت لطيفة يعني كتير، بنت لطيفة وحبابة. ايه بتجنن صديقة والله، كانت على طبيعتها. عرفتي؟ لكن ليش بحسوك اغلب الاوقات قال حزينة؟ انه انت بتقعد تقول هيك حزينة بحياتك العادية؟ ما نعرفش مبين حزينة أنا في حياتي أبدا. شوف أنا يجوني فترات في الحياة يكون فرحة تبين علي. ديبرسيون يعني؟ فترات في الحياة الفرحة تبين علي في فترات معينة. فهمت؟ يعني لما نكون فرحانة يبين علي، أنا أصلا لاحظها على حال. بس ما بيبين عليك بس تكون زعلانة كمان؟ هيدي مشكلتها شكلها يا جماعة، إنه هيدا مشكلة يا جماعة شكلها أنه ما بتعرف تخبي زعل أو شيء، هيدا شيء منيح. نحاول ديما نحاول نخبي، خاصة زعل. الزعل أكثر حاجة ديما نحب نحاول نخبيها، فمش منحبش إنه بعض الناس يخبوا ضعف. إيه فهمت، ما يخبوا إنه زعل. أما اللي قدم للأصحاب المقربين في مواقف معينة نسايم، يعني ما نمسكش حالي. فهمت شو هيدا؟ ما مخر حالي. فهمت عليك، فهمت عليك. إجابات ولا هذا هو يعني. أما أنا مبين حزينة، أنت حسيتني حزينة إلي؟ لا مش أغلب الأوقات يعني. أنا تطلع معي كذا مرة، هلأ مرتاحة، هلأ مرتاحة على وضعك عادي. هلأ عادي مرتاحة على وضعك. إيه هلأ مرتاحة على وضعك، يعني ماشي حالك. كيف تقضي وقتك بالعادة؟ بتعملي سبور؟ ما بتعملي سبور؟ ليلي والله بالعادة أنا ما نعملش سبور الحقيقة، لكن نحب نعمل. ما بتروح بتمشي؟ ما بتعملي هيك جوجينج أو شيء؟ إيه نخرج نتمشى. إيه ما سبور لا، جيم وكل يعني.
ليه؟ أنا كل يوم. كل يوم تعمل تيجي الجيم؟ كل يوم بروح الصبح الساعة 7 على سبور الجيم، بخلص الجيم بتسبح بيرجع على الأشغال. برافو والله، أحلى أحلى. بس المشكلة إنه بتنعسي بكير. يعني أنت لما تكوني أنت هلا عم بتنامي عم توعي بكير، بتنامي بكير إجباري. هيدي هي. أنا أحسن، أنا مش عارفة، فما أحسن وقت بتاع جيم نحسه الصبح. ليكي صيف ولا شتي شو بتحبي أكتر؟ على حسب، عم معك انترفيو بس أنا عم نتسلى شوي. اي هلا الصيف عنده نكهه والشتاء عنده نكهه، اما نحب الشتاء اكثر. اكثر شيء الشتاء، نحب الانرجي متاع الصيف، وكطقس كطقس نحب الشتاء لانه ما نحبش السخانه. متحمل البرد، انا هيك تقاوم، والبرد فيك تقاوم. برد بتلبسه، برد بتلبسه وبتدفي بالضبط. اصلا لبس الشتاء احلى، وانا بحب الصيف. اكيد 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 احلى لبس الشتاء. وانتي؟ شتي شتي أكيد. قلنا تيم شتي. يعني بالصيفية أكيد بحب البحر وبحب أظهر وكذا وسانسات وخبار، بس بالشتي أكيد أحلى. تيه بالشتي هي. في أحلى منها تسوقي أنت عم تشتي عليك على السيارة مثلا، زيكا أو عادي سهرانة، أو عادي سهرانة وعم تشتي برا. والله أما أحسن حاجة الربيع، ربيع 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 وصل. إيه ربيع حلو، والخريف كمان. ليك هيك هالكومنت يا جماعة، طولوا بك. ليك هلا عندك أسبوعين بدك تتحملي كومنت. عندك أسبوعين بدك تتحملي كومنت. شنو؟ عمول عندك أسبوعين بدك تتحملي كومنت. خرج أوكي، خليني نمشي نشوف ما لقينا. مريانة دقيقة. لفي لفي اسمعني رجعت لكم. عدنا 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 عم ببعث لك انا جولة، فكرت الجولة إلي لك بالغلط، عم ببعث لك جولة تانية، قمت سكرت هديك الجولة بس انبسط ولا ثانية. قال نزل الحمد لله، نزلها نزلها. اوه ليه برا ايش برا جننونا هكا. تحبونا نتعاركوا انا وإلي، فهمت شي؟ حبوا لا لا ما بنتعارك ان شاء الله. إذا هما يحبونا نتعاركوا خلينا نتعاركوا عاد. أبدا أبدا ما بتصير أصلا. أنا ما نتعاركش. لكن كيف حاسة شعور العالم تجاهك؟ يعني عم تحس في نقد ولا في محبة أكتر؟ شوف، في فترة اللي فاتت كنت نحس في النقد أكتر، لكن بعد ما طلعت أنا العكس، فهمت؟ شفت العكس، شفت برش أصلاً. هو أنا صار لي زي في الأول كان المدح أكثر من النقد، من بعد صار النقد أكثر، ومن بعد رجع، فهمت؟ قاعد يرجع شوي شوي أكثر. إيه فهمت عليك. يلا منيح. وأنا عارفة من أول. منيح. عارفة ناس تنقد وناس نورمال. خلاص بكرة بيروقوا
بروق الهجوم يعني عرفتي؟ عادي هو بده شوية وقت رايق أصلا. أي رايق هيدا رايق كله؟ والله أنا حسيته رايق عندي رايق أنا نشوف الخاص عندك عندك أنا يمكن مش معود على الكومنتس كلها يعني أنا شفته أوفر أنا إلي ليش قلبك مدق ليش؟ شو؟ إلي عن جد أنت ليش قلبك مدق في البرنامج؟ في واحدة كانت عجبتك ليه خلص إلك أنا إيش أسألك أنا اللي بحطك ثلاثة جولات ولا قديش خلص إلك أنا أسئلة ما حرجة يلا إلي جاوبني على خير. كل خير خير تفضل تفضل أولا لو في كانت في بنت عجبتك في الموسم الأول وأنت ما صرحتش لحد ولا الناس ما تعرف ولا هلا في عالم كانت تشك يعني بس إنه أي أنا ما حكيت بالموضوع أكيد قبل نتسونز إيه في يعني بنت في أكيد في وما زلت عجبتك أكيد في إلى يومنا هي لا هلا لا هلا عندك حبيبة إلي سينجل 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 هلا سينجل سمعتوا هديك التانية بس حبيبتي بالبروجرام أنا إنه جربت بس المشكلة إنه ما كتير حسيت الجو إنه بناسبني عرفته فلقيت إنه أنا كان عندي ظرف صحي لقيتها حج إنه أطلع من الفيلا وخلص بصراحة يعني. صحتك من كل شيء لكن صراحة نرمال عادي اللي الشخص اللي كاتبه لك الله هو في الفيلا أو برا الفيلا تلقاه يعني هيك أكيد أنا مش زعلان على الموضوع كن متأكد لأنه في ناس يعني كثير ناس إيه ما علينا المهم على العموم السؤال الثاني خير. يا إلي هل شنو هو رأيك؟ أوكي هل تظن أنه طلعتي من البرنامج كانت ظلم أو لا؟ مش عارفة إذا لك أنا مش كل شيء أنا مش كل شيء أنا انتبه أنا مش كل شيء عم بحضر بس عم بقرأ الرياكشنز تبع العالم فعم بقولوا لي حسب ما بستنتج إنه فيها حسب ما فهمت القصة حسيت إنه في شوية ظلم بس الفكرة إنه أنا مش عم بحضر كل شيء بجاوب لك أنا حلقاتي ما كنت أحضرها فهمت صراحة يعني تمام يعني عملك أنا أوكي أنا الموسم كله أصلا أنا حلقاتي ما كنت عم بحضرها يعني كنت أحضر بس لحتى أشوف شو بدي نزل بالفيلا ولا شو بدي نزل عندي على السوشيال ميديا عرفتي تمام جنجون ياسمين وكلكم ميرسي يلا غير سؤال شي عن شي بعرفه يعني سؤال عن شي بعرفه خير هل في الموسم الأول كان في كابل فيك هلا أنا كنت حس إنه في تمثيل عند الكل مش تمثيل يعني مش حسسهم عم بيمثلوا كنت حس إنه في شيء مش مزبوط كرمال هيك أنا كنت ضلني أقعد ساكت أتفرج إنه شو عم بيصير شو عم يحكوا مزبوط هيك مش مزبوط عم بيمثلوا مش عم بيمثلوا وحملت حالي وفليت أصلا عرفتي فهيدي الفكرة إنه إيه لكن كنت تحس إنه في هيك إيه كنت حس إنه في فيك إيه أكيد انا المهم انا حين في السيزون بتاعنا انا متاكده مش نحس متاكده في كابلز نعرفهم انه هما ضلوا مع بعضهم بس مشان البرنامج يعني اوكي في ريك الكابل اللي بحق يستحق نحكي على موسم الثاني بتاعنا اوكي هو ايه عندنا اسئله خير سؤال هذا أنا سبق وإن سألته لك لكن مين تختار بالموسم الثاني آخر مرة قال ماريانا وأميمة اللهم غير رأيه اليوم هل مازلت على عند رأيك لا أنا قلت في ثلاث أشخاص أنا قلت لك صراحة في ثلاث أشخاص قلت أميمة وماريانا من محل
وفي نيفين صراحة، لأن نيفين الوحيدة اللي بعرفها لايف، قلت لك اياها بصراحة المرة الماضية، لأنه هي الوحيدة اللي قاعد معها لايف. هو المفروض يختار اثنين، لكن إلي ثلاثة اختار، ماريانا ومارون. ايه أنا ثلاثة على طول. أوكي إن شاء الله في السيزون 3 نعمل لكم تختاروا ثلاثة بنات مش اثنين، أنتم لأنه ما شاء الله واحدة اثنين واحدة ما تكفي. هلا أنا بفضل تسألين على الموسم الأول أكثر من الثاني. تقول لك ليه؟ لأنه مش كثير تبعت، عرفتي؟ هيدي هي. يعني الموسم الأول بصم، سمع لك أي شيء بدك إياه بجاوبك هذا. تمام، أوكي، يلا اللي عنده سؤال على الموسم الأول يبعث لي. يلا اسأله اسأله. مين أحلى كابل حط برأيك بالجزء الأول؟ أحلى كابل؟ جيهان وداري. أوكي. أنا من رأيي حتى أنا هما، لأنه هما علاقتهم تواصلت صراحة. مش مسكر منك، أنا بالفيلا حتى كنت يعني ما كنت كتير حب، كنت كتير حب العلاقة بينتهم. أوكي، أنا مش لأنه مش 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 متابعة متابعة، فهمت؟ مش من كل next سؤال اللي بعد. يا بس اربح، انا بسألها يا جماعه. هلا هي ربحانه، هي بتسأل. ليه بنرد منيك؟ فكرت خلاص. قص صوت، جاني تليفون لانه ايه. ما بأثر عم بسمعك. يا جماعة ما رح نزل بالنهاية، البنت صديقة، هلا ما تعملوا لي قصص. شو بيه حج الواحد لما يعملوا هيك؟ فوتي يا ماريانا، هو أصلا اللي موجودين عندك حاليا بطبيعة الحال مش متفاعلين معك، يعني ينزل هو أحسن من إنه ننزل أنا متفاعلة معك أكثر منهم. يا ماريانا فوتي، كيف بدي أسد؟ كبلك أسد؟ فيك الأسد الصغير. استنى لك. ضد صديقتك. قالوا لك لحظة، قالوا لك ليش ما صوتت لجيهان وداني؟ أوكي، أنا قلت وقتها أنا تصويتي كان أنا، لأنه طلعت من البرنامج ما جابوني حتى على الفيلا لحتى صوت، عرفتي؟ فأنا صوتت لأكتر آخر اثنين، آخر شخصين أنا حكيت معهم اللي هن جينيفر وخالد. أنا بس بدي أطلع من الفيلا كنت حسيت انه هن منعجبين ومنجذبين لبعضهم، سو قربتهم من بعض وخلص، قلت حصوت لهم لانه انا حس انه هيك بقربوا بيرجع. الباقي انا ما كنت عارف شيء عنهم، يعني احمد وفرح، جيهان وداني، ندى وادهم اصلا ما بعرفه، ماريكا وعلي، يعني انا كلهم ما كنت بعرفهم، عرفتي؟ مثلا ادهم ما بعرفه يعني وماريكا ما بعرفه يعني، فصوتت لاخر اثنين انا حكيت معهم. يعني ما فيش ضغط عليك جاي مثلا ناس لا ناس لا. تحكي ناس لا لا ناس لا تحكي لا. انا ما حدا حكاني جايكم وتقول لكم صوتوا لفلان وفلان او فلان، يعني لا 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 ليه؟ انا شخصيا اعطوني الاسامي بس، مع انه هذا غلط من الاداره، انه انا كان لازم يا يجيبوني على الفيلا يا يفتحوا لي فيديو كول لاتعرف على الكل، بس انا ما عملوا لي هو كله، فانا اضطريت صوت لاخر اثنين انا حكيت معهم بالفيلا وصوتهم بس. بس اني عطوني للكابلز كلهم الاسامي تبعهم، بس انه ما بعرف بهالفتره اللي انا فلت فيها شو كانت المشاكل وشو كانت القصص اللي صايره، عرفتي؟ فصوتت على هوا اخر شخصين حكيت معهم بالفيلو بس. وهيدا اصعب على فكره، انك تصوتي بهالطريقه اصعب انك تروحي وتقعدي تنقي بيناتهم. اوكي يلا، بعد عم تربح يا جماعة، يلا. يعني في الأخ قضيناه أنا نسأل فيك مش أنت، يلا اللي يحب يحرج ما بأثر، ويلي بده يحرجها يطلع لنا سكور لأنا أحكمه. نايكس، شو عندك؟ عترفي يلا، سامع في أسئلة، حاسس في عندك نميمة بالتعاملية. قال اسألي عن رأيه بعلاقة خالد وجينيفر. كتير مهضومين على فكرة بصراحة، كتير مهضومين. أوكي، مين أقرب بنت إلك من الموسم الأول؟
ما في حاليا. اوكي اقرب شاب يعني اصحاب، في اصحاب بس مقربين ما في بصراحه، ما حدا بيحكينا يعني الا اذا في شيء، بس ما حدا بيحكي انه مش كانه بعرفهم يعني هالايام، بس على السوشيال ميديا بنعمل لايكات لبعض، فهذا الشيء اللي بيزعل انه ما في صداقه حسيتها هيك طولت، بس انه كلنا بنحكي انا وياهم عادي يعني، بس انه هاي باي عرفتي، بس انه اصدقاء مقربين ما في. ما للاسف، بس انه كلهم اصحاب يعني عرفتي، اصحاب عادي بس انه هيك من بعيد لبعيد. وقليل اللي بيطمنوا، وقليل اللي بيطمنوا، مثلا ريان صديقه هو ده اكثر شيء انه بيحكوا عرفتي، خالد هيك، بس الباقي انه عادي. يلا معلش نرمل عادي، شو حياتي مش واقفة على حدا يعني. قالوا لك لو اخترت ديت مع مين رح يكون من الموسم الاول؟ اعطينا عندك، مش عارفه هو ما حددوش موسم اول ولا موسم ولا اي موسم. الاول اكيد الاول. في اللي يقولوا الاول، في اعطينا الاول والثاني يعني. ليك هلا الثاني بلا ما جاوب اوريدي قلت انا مين وهذا، بس انه ما مش كتير فايت بالجو يعني. اول بعتقد واحدة يا اخي في الديت تاخذ معك ثلاثه. لا لا عم عليك نخرج ديت. هلا انا صراحه كنت انا شوفي عليك اياها بصراحه، جينيفر كانت ضايعه شوي يعني، انه هي عم تفكر اوقات بعقلها اوقات بقلبها، قلنا اوكي. هلا في عندي تو اوبشنين غير، كان في مثلا ندى انه انا كنت كتير اصحاب انا وياها، بس هي كمان كانت مش عم تقدر تتخطى خالد، ففضلت تكون اصحاب انا وياها اوكي. وفي وصال انا ما اعطيتها فرصه، مع انه هي هلا بعدين بعد البروجرام بفكر بقول انه لو اعطيت فرصه لوصال كنا يمكن حنعمل شيء كتير مهضوم بصراحة بدك يا. ايه عادي. ايه يعني ما عطيتنيش اجابة، حسيت اجابة قلتلك. لا قلتلك انا انه ديت ما في، بس انا شخصيا كنت بفضل اعطيهم فرصة لو بدل مثلا ضيع وقتي انا مثلا على قصص انه تاني. بسط لك سؤال اكثر، شوف نسهل لك سؤال اكثر. لو اليوم انت طالع على عشاء رومانسي وأجواء واو يخت بحر ولا اللي هو اللي تحب اللي تحب انت، ويخيروك يعني عشاء هكا وأجواء وبسفور ايوه وبسفور وبسفور، بنت من الموسم الاول وبنت من الموسم الثاني، اعطيني اختار واحدة تحبها تكون معاك في العشاء اليوم مثلا الليلة انت رايحة على العشاء هذا، اختاروا واحدة من الموسم الأول وواحدة من فرح. فرح ومن الموسم الثاني. فرح ليه؟ لأنه فرفوشة مثل فرح أو صديقة يمكن تروح تكبني من الباخرة، بتروح تكبني من الباخرة. بالتاني ما حدا بعد لهلا والله، بالتاني ما حدا واحدة بس والله بالتاني ما حدا. ليه واحدة ساعة؟ ريتا باخد ريتا، والله باخد ريتا. ريتا أوكي، وبينهم الاثنين توا اختار لي واحدة بينهم الاثنين. لا هيك صعب كتير هيك، شو ماذا ذيك هو. شوف اولا شوف، انت ما حبيتش تعطينا اجابة على الاسم في السيزن الثاني، قلت ولا واحدة قلت ريتا وقلت لك اوكي، يا اما تختار بينهم ولا تعطيني اسم واحدة من المشتركين. ريتا مش مشتركين. اعطيها من السيزن 2. اختار اي واحدة عادي والله من السيزن 2، عن جد مش عم بحضر كل شيء، عارف النفسيات بعرف الافكار والله. اخويا مش نفسي تشوف واحده هكا، ما نعرفش انت اختار هكا هكا. انت اليوم عندك بنات هذوكم، واحده فيهم تطلع طالعه معك تحب تطلعها معك عشان يا اختي بحدا ولك عم تفهم علي هالبنت ما حدا. ليه فهمش ما حدا؟ انت خاسر جيوب هذا السؤال. والله هات رح نلاقي اسم من هون، رح نلاقي اسم من الكومنتس. روق رغم عيوني ليه انت ليه اسمع شوي لنتسلى، اسمع شوي نعمل هيك شوي جو.
قولي ستوب. ستوب. نزلها. عامة انتو نزلها. لحقيني نزلها ونزل يا اخي. حل عمي يا جماعة. نزلها ونزلها. لك انا بس تحلتي كتبوا لي شي كومنت. يا اخي بعرف انتو ما بتتبعوني وما عارف ما بتحبوا وميمة بس. اكتبوا لي شيء يعني بس كبسولي تكبيسي واحده والله كل الكومنت نزلها نزلها بوكم زكيت لكم ولا بوكم نزلها 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 يلا غير سؤال غير سؤال اساليني شيء هيك سبايسي سبايسي اكثر انا بسالني اسئله ما نجاوبكش ما اوريدي جاوبتك ما حبيتش تجاوبني على سؤال الاخريني هيك اوكي يعني نعطيك اسئله نعطيه نعفيه يا جماعة ربحوني لأن لحتى أسألكم إياها مستعد 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 أسأل أي سؤال تكتبوه إذا منربحها بس مشكلة مش عم تربحونا وكل الكومنتس تبعكم نفس الجمل نا ونا بس ليش انت معك شو ما سكرت ليش لا ما سكرت لك عملت زدت حساب تاني بس ما عم يقول تيك توك تليفوني اختي بدي مير لحظة شو الاسم ميريام مزبوط لك ثانك يو يا ميريام يلا يا جماعة خلونا نحرجها بالاسئلة ايه جا عليك ود كود جديد 13 نقطة يا جماعة ميمي thank you ميمي قالوا لك إذا تصارحت مع نداء أو لا لا صراحة شلت الفكرة من راسي والله حاليا يعني أنا مش عارفة أصلا هون هي شو نداء بينكم مشكلة اللي بتطلع لي أعمل اكتب باسورد شفرة تبعيته ايه ما بيمشي الحال عم اكتبها ما بيمشي الحال لانه شلون نعمل يعني هي قصده انه اكتب الشفره ولا قصده اصلا احط شفره لأ انا جديده جرب حط شفره جديده وكيف لازم تتكون تكون الشفره كيف ما تحب يلا ما تقول الباسورد تبع اللايف يا عم هيدي بكره بهكروا الحساب بكره بهكروا الحساب بتطلع الفش فيي انا نجربوا الشفرة هذه نجربوا إلي 1991 يا حبيبة لا لازم تكتب الشفرة القديمة تبعيته أم العسولة مرسي سبي مرسي صحابي على كل شيء اسمع شوفي يا أميمة خلينا نستغل الظرف بدكم ننزل أميمة يا جماعة أسد هلأ بنزلها اي والله أسد ننزل هلأ هلا كيف هذا برافو برافو إلي أسد بنزلها هلا والله تبعثوا أسد هلا لإلي والله شوفوا شو أميمة 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 شوفي شو شوفي شو أميمة ما بقول لك باي حتى هاي نورمال أين ننزل مش حتى أنت أين ننزل إذا هو ما خليهم يبعثوا لك أسد إذا هو ولك كلمة باي ما بقول لك والله أين حتى هو ينزلني أنا هاي اللي يلا كفي لأسئلتك كفي لأسئلتك تواصل المهم دوري أنا أسأل ما هي ربحت ما فيي أفتح تمه هي ربحانة أنا ما فيي أفتح تمه يا إلي تو عاجبك هكا خلينا نشوفوا حد يصير رابح هو مازال مش رابح مازال ما فاتش الجولة مازال ما خلصتش ها بلشوا علوا لها سكورة بلشوا علوا لها سكورة اسألها شو هو حلمك شو هو حلمك ما عنديش حلم
هيك ليش بائسة بائسة هيك أنت؟ آه أوكي زبطت هيك. ليه مش بائسة، عندي برشا حاجات بحبهم. طب أعطينا شوي منهم لنحقق لك شي منهم. يعني هو أهداف مش أحلام. أكيد أكيد، أعطينا شي هدف. توا عندك يقولوا لك نزلها، عندي يقولوا لي نزليه. عادي عادي. شفت؟ لا هلا في عالم عم تكتب لي نزلها، في عالم بس في عالم عم تقول لي لا تنزلها. اما انا شويه مش برشا في هيك. شفت لا جماعتي راضين بيك ولا جماعتك راضين بيا يا اخوي، شو الحال انت؟ لا هودا حبيبتي نفس الجماعه. لا لا هودا نفس الجماعه لتكوني عارفه، نفس الجماعه يعني اللي بيكتبوا لي نزلها هنا عم يكتبوا لي كمان نزليه ليعملوا هيك. بس بتكوني اذكى، بتكوني اذكى من هيك عرفت؟ انا ما عندي حدا ما بحبني صراحه. ما انت هيك ربحت شوي... ما عرفت هاي فرصتك اسالني. ربحت. انا كان بدي احكمك مش اسالك، كان بدي اجيب سكور احكمك. ايش عندي احكام بقلبي؟ يا شوفي شو اول حكم. شوفي شو رح نلعب هلا جوله، رح نعطي ثلاث احكام كل واحد اوكي؟ واللي يجيب سكور الأعلى والملح وهذوكم لا لا شيء أحلى شيء أحلى. أول حكم، أول حكم تتصلي على حدا من الموسم الثاني بتقولي له بالغلط بالغلط وبتسكر الغلط. ثاني حكم ثاني حكم عبالي شوفك عجوز بتحطي لي فلتر العجوز يعني اللي هو هيدا. هذا كل الجولة. ايه وثالث حكم رح خليهم يختاروا لي اسم من الكومنتس وبقول لك اياه بتقلي 20 مرة. هيك حكي 20 مرة بتقلي الاسم يلي يعني انا هن بيكتبوا لي اسم، انا بعمل سكرول اوكي، بعمل هيك بغمض عيني وبعمل سكرول اللي بيطلع لي الاسم، بتقلي لي الاسم 20 مرة بغض النظر شو صاير انت وياه او يمكن مش صاير شيء انت وياه. هو ثلاث أحكام. يلا دورك شو بتعطيني أحكام؟ شنو هو الأول؟ شنو هو أول حكم؟ مين هكا بالغلط بتدقى يعني بتدقي حدا، بتدقي حدا من سيزن 2 وبتقولي له حدا ما بتحكي معه وبتقولي له بالغلط بتسكر الخط. حدا ما بحكي معه مين مثلا؟ مين؟ أو بتحكي معه ما بعرف مين اللي بدك إياه. مين انت نقي اللي بدك اياه. ليه اللي بدك اياه؟ انا ما قولي مين مش نعرف نقبل ولا ما نقبلش. انت بتختار الاسم اللي بدك اياه. انا ما بعرف الكل مين بيحكي مع مين، مين بيحكي مين ما بعرف. انت بتنقي اللي بدك اياه وبتعمل اللعبه عليه. يلا يا جماعه 11 نقطه، خلونا نجيب سكور نحكي معه. وانت شو احكامي؟ يلا يا جماعه 11 نقطه. وينكم يا جماعة؟ وينكم؟ شو سيئ بدي يقرروا مين مش نكلمه؟ ماريانا هي جنبك فيش نكلمها. يقول لي مين؟ ما حبش يقول لي مين، هو كان جيب كي شوية يقول لك هلا إذا جبنا سكور، هلا بنرجع بنقرر بعدين، إذا جبنا سكور برجع بقول لك مين، تمام؟ ما تعصبي هلا، إذا جبنا سكور مع إنه بشك برجع بقول لك. مش مين؟ يلا اوكي يلا يا جماعة جيبوا سكور جيبوا سكور خلص. مش يعني مش عاملين ولا حكم احنا هلا الاحكام. هلا الحكم على 2000 وطلوع. فهمت. نورا هيا نورا يلا ساعدونا نجيب سكور 2000 نحكمها يا جماعة. ان اي هلا يا ان اي. انا بصراحه باش نكمل الجوله هذه وباش نسكر اللايف راه. شفتوا خافت تنحكم، خافت تنحكم يا جماعه. ربحت المره هذه يا ربحت، ما ربحتش المره الجايه ايلي جم. اكيد اكيد يا هات لنجرب. انت شو بتعطيني احكام اذا ربحت؟ انا ربحه اكيد فنحكمك. نعطي حكم واحد إيه؟ مش لازم ثلاثة أو لازم ثلاثة أحكام. إيه لازم ثلاثة أكيد. الحكم الأول تتصل في واحد من المشتركين
هلا صرت عم تقلد. ايه تتصل والله لي افكاري على فكره هذوما ديما نقول مره قلت الدعاء هذول بتكلم بحكم هكا قلت لا تكلم اكس 7 ايه كفي له عمل له مقلب قدام الكل تحط سبيكر وتعمل له مقلب تقول له انت مين فكر حالك هكا ولا اي حاجه اوكي اوكي مهم ثاني هكا تمشي تكتب X7 تمشي تكتب شو تروح تكتب في البايو تبعك تيك توك او انستغرام مع أميمة ظالمة او مظلومة ايوه اوكي يا حبيبي يا تالت يا جماعة سكور 2000 سكور 2000 يا جماعة من جيبه هو انت ربح ليش ما عادتي في الحكم لا سكور 2000 لك سكور 2000 هذا 1000 هيدا 1000 ما لحقنا يعني ولا واحد ولا واحد يحكم التاني بس اذا بدك فينا نعمل جولة حاسمة اذا بدك يعني. قبل ما تسكري ثمانية جولة يعني نعمل اخر جولة انا وياك لا نعمل اخر جولة بنجرب يا منحكم يا منحكم قبل ما تسكر وانا كمان شو راح سكر كمان اوكي فيها حكم هيدا ولا هيدا فيها حكم يا 2000 وطلوع واذا ما فيش 2000 ما فيش احكي ما من قال لك باي باي مع السلامه اوكي خليني افكر يا فكري فكري عمالك عمالك نامي عمالك فكرة عم أهلك فكرة عم أهلك ما بقى السر يا منحمس شو العالم يا لازم جولة حاسمة أنا وميمة أوكي okay.